العظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة في وصفة. في الحقيقة كل حلقة اتكلمنا فيها مع ضيوفنا اللي كانوا مشرفينا كنا بنختار مواضيع تخص كل المشاهدين، سواء كانت تجميل، سواء كان طب، سواء كانت زي المشاكل الاجتماعية. في آخر حلقات الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنا عايزين نعرف حقوقهم أو أهم متطلبات ليهم، والحمد لله الحلقة ناس كتير تعاطفوا مع الحالات اللي كانت في المركز، والحمد لله وصلنا الناس بيهم. وأنا بحب بس أن أنا أشكرهم جزيلا على تعبهم وعلى مشاركتهم للحالات الإنسانية اللي زي كده. ارجع تاني لحلقتي النهارده، المفروض ان احنا لما بنيجي بنخلي بالنا على نفسينا من تجميل المرأة، يعني اللي انا اقصده ده تجميل المرأة، ان احنا نهتم اولا بنفسنا بجمالنا برشاقتنا. ومن اهم التجميل اللي احنا بنقدر نتجمله عشان خاطر نرضي نفسنا، مثلا لو كان بنبدأ من الشعر، البشرة، القوام أو الرشاقة. النهاردة معانا ضيفتنا، هنتكلم إن شاء الله، بس يعني بعد ما أتكلم شوية، أنا حابة أتكلم شوية عن التجميل، موضوع الشعر يا جماعة، إن إحنا نهتم بشعرنا أو نهتم بمظهرنا أو بجمالنا نفسه، اللي هو سواء كان بشرة برضو أو كده، مش معناه إن أنا عشان أعجب حد أو عشان يقولوا ان انا حلوة او الكلام ده كله، لا خالص. دي ثقة في النفس، ان انا ابقى مهتمية بنفسي، لنفسي اولا، ثم الباقي بقى مش مشكلة رأيهم، المهم انا ابقى راضية عن نفسي اذا كنت حلوة كده او مش حلوة كده، انا نفسي راضية عن كده خلاص. تاني حاجة، احنا لما بنيجي نتكلم على موضوع مرة واثنين وثلاثة، بيبقى في مشاهدين شرفوني بالمتابعة جديد، بنكرر بعض الأسئلة البسيطة لضيوفنا المتخصصين في مجالاتهم، في التجميل، في الطب، في الاحتياجات اللي احنا بنحتاجها من أسئلة. تاني حاجة، حابة بس برضو أقول حاجة على موضوع الضيفة بتاعت حلقتنا النهاردة، والضيفة اللي هتشرفنا النهاردة، الضيفة اللي معانا النهاردة سنها صغير، وده اللي انا لاحظته واللي حضراتكم هتلاحظوه معانا في ان سنها صغنن جدا، بس خبرتها كبيره. خبرتها في مجالها، هي اولا خبيره تجميل وخبيره عنايه بالبشره والشعر، بمعنى ان هي خبره في مجالها اكتر من كام سنه، 15 سنه، وده اللي انا عرفته منها. ولما دخلنا على البيج الخاص بيها وبشغلها، لقيت ردود الافعال رهيبه مع العملاء الخاصين بيها. تاني حاجه، هل هي مزجت ده او دمجت ده بالدراسه مع خبرتها في مجالها ولا لا، ده اللي هنعرفه منها ان شاء الله باذن الله. في بعض الفيديوهات برضو ليها جبناها لها ان شاء الله، برضو هنفرحها بيها. تاني حاجه، انا حابه بس اقول حاجه عن موضوع الضيفة، عن موضوع سنها الصغير. مش شرط عشان سنك كبير او سنك صغير ما يبقاش عندك الخبرة الكافية، لا، لو تتقني، يعني كل واحد يتقن عمله اللي هو بيحبه، اهم حاجة ان هو يكون بيحب مجاله عشان يقدر يديله على قد ما يقدر، عشان يقدر يسيب علامة مميزة فيه، عشان خاطر يكون انسان مميز في مجاله زي ضيفتنا اللي هتشرفنا النهارده. لازم يكون، عايزه اقول ان لو سنك صغير، وخصوصا البنات، عشان الضيفه بتاعتنا بنوته النهارده اللي هتكون معانا، لازم نتعب على نفسنا في شغلنا. مش شرط ان احنا نكون مثلا مش عارفين، لا، مش عيب، مش عيب ما نكونش عارفين. لو بتحبي العمل ده اتعلمي، حاولي تدمجي تعليم اللي انت هتتعلميه مع تعليم دراسة في المجال، هتلاقي نفسك خدت خبرة كويسة جدا جدا جدا، وبقيتي نمبر وان، وبقيتي الملكة في مجالك. النهاردة معانا بجد ملكة في جمالها، من سنها الصغير، من شغلها،
من نتائجها اللي هي معروضة عندها على البيج الخاص بيها في التجميل. واحنا طبعا خصصنا الحلقة النهاردة عن الشعر، وده اللي انا حابة اتكلم فيه، لان تاج المرأة شعرهم، وده من اول التجميل. او ممكن يكون مداري بس وانتي ببيتك يكون منظرك انتي راضية عنه. نطلع فاصل ونرجع تاني ونرحب بضيفتنا لما نرجع ان شاء الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا انا احب بس اعرف مشاهدينا ان احنا هنتابع مع ضيفتي النهارده من خلال التليفون عشان الظرف اللي هي محطوطه فيه تيجي بالسلامه ان شاء الله. تاني حاجه، زي ما قلت في الاول ان سنها صغير جدا. اسمها خبيره التجميل اللي اتكلمنا النهارده آية غالي، ومعروفه او لقبوها عملائها بالملكه، لان هي شاطره جدا في مجالها ما شاء الله عليها. النتائج طبعا هعرض لكم بعض الفيديوهات للنتائج بتاعتها، بس مش قبل ما تكون معانا على الهوا لما اتكلمنا ان شاء الله. تاني حاجه، موضوع خبرتها هي، طبعا هنعرف منها ازاي دمجت خبرتها مع الدراسه ولا لا، ولا كملت كخبره عمليه فقط. تالت حاجه، هنعرف منها ايه الجديد في انواع الفرد بعد الكرياتين والبروتين، وهنعرف برضو منها اللهم صل على حضرة النبي، هنعرف منها الجديد في عالم التجميل عموما، سواء كان فرد، سواء كان وقت الجلسة بتاعت الفرد نفسها قد ايه. تاني حاجة، موضوع الجلسات اللي بتتعمل خلال السنة قد ايه برضو، كل ده هنعرفه منها تليفونيا. استاذ تامر، بعد اذنك لو نقدر نتواصل مع استاذة ايه يا ريت. عايزين نعرف منها عدد الجلسات دي بتتعمل كم مرة في السنة، لان البنات الجامعية ممكن تعمل شعرها، تعمله فرد مرة وترجع بعد كده تعيد عليه مرة واتنين في تلاتة في خلال 3 شهور، وده غلط او مش غلط، ده اللي هنعرفه منها. هي اكتر واحدة هتجاوب على ده لانها متخصصة في مجالها. مش هينفع انا اقول حاجة انا معرفش عنها حاجة، الا المعلومات العامة اللي اي حد يقدر يعرفها عن الموضوع ده. تاني حاجة هنعرف منها، او تالت حاجة او رابع حاجة، هنعرف منها حاجات كتير عن موضوع الفرد، وهنعرف ايه الفيلر، وهنعرف برضو هي بتخصص ليها براند مخصوص للبشرة عشان خاطر تتميز اكتر في مجالها. هو ده الفرق ما بين خبراء التجميل، او الفرق ما بين حد مكتسب خبرة في مجاله ولا لا، ان هو بيطور من نفسه، ان هو عايز يسيب علامة مميزة في مجاله او يحط علامة مميزة في مكانه، عشان لما يتقال عليه نمبر ون، او يتقال عليه التوب او الملكة زي ضيفتنا اللي هتبقى معانا حاليا على الهوا. طبعا ده بتبقى علامة مميزة ليه، بتدي ثقة في المجال، بتدي ثقة في نفسه ان هو يشتغل وهو حابب مجاله اكتر واكتر. نحاول نكلمها يا استاذ تامر بعد اذنك. طبعا هي الضيفة يعني ان شاء الله بتيجي بألف سلامة، لان الطريق بره مش حلو خالص، ف اتأخرت، فهنحاول نتواصل معاها عشان الاسئلة بس اللي مشاهدينا بعتتها لنا على البيج الخاص بالبرنامج. مش حابة ان انا ارد عليه، ممكن اكون اكتسبت بعض المعلومات من خبراء التجميل اللي شرفونا قبل كده، بس انا حابة برضو ان اللي جاوبنا عن اي سؤال
لازم يكون متخصص في مجاله، عشان ما نديش اي فتوى من اي حد، مش اي حد يقول لنا اي حاجه نصدقها. انا ما اعرفش اي حاجه عن التجميل او عن فرد الشعر غير المعلومات اللي اي حد او اي ست بيت بتعرفها. هنعرف منها برضو البراند ده هي هتبقى مميزه فيه ازاي، هيشتغل على ايه، سواء كان معالج للبشره، تنظيف للبشره، الكلام ده كله هنعرفه منها ان شاء الله. تاني حاجه هي لما جينا اتكلمنا انا وهي، اتكلمنا على اساس سنها، وده اللي لفت نظري قوي قوي قوي، سنها صغير. ولما سالتها انت خبرتك كام سنه، قالت لي 15 سنه. 15 سنه مع سنها الصغير ما استغربتش، لان في ناس كتير بتشتغل وهي سنها اقل من كده، بس اللي خلاها تبقى مميزه معايا او خلاها لفت نظري ان هي لازم تكون مشرفاني، ان سنها وهي صغير كده اشتغلت وتعبت وبقى ليها منتج معين مخصوص ليها، بقى ليها براند هي شغاله عليه حاليا، اشتغلت على الدراسه، دمجت شغلها او خبرتها السنوات اللي فاتت دي مع الدراسه، خلى عندها ثقه في شغلها، عملائها اللي متابعين معاها في مركزها بداوا ان هم خلاص، او مش بداوا، هم بقوا فعلا معاها مره واثنين وثلاثه. نرجع تاني لموضوع فرد الشعر، لما بتفرد الشعر وترجع بعد كده نقول احنا عايزين نعمله تاني في خلال، زي ما قلت في الاول، في خلال 3 شهور مره او مرتين، لا، هي قالت لي ان ده غلط. ان ده غلط ليه؟ لان فرد الشعر معروف ان هو ليه طريقه معينه، ليه عدد معين، مش على طول خلال السنه. البنات الجامعيات تاخد بالها من الموضوع ده كويس قوي، لان بيعملوا شعرهم فرد ايا كان كرياتين او بروتين، ويرجعوا تاني ما فيش شهر او شهرين، سواء كان المنتج مش نظيف، المتخصصه نفسها مش راعت ضميرها في شغلها. الكلام ده كله هنعرفه مع مكالمتها بعد الفاصل، ونطلع فاصل نرجع تاني. Thank you.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا انا بتاسف لمشاهدينا كلهم عشان خاطر استاذه ايه للاسف هي طريق وحش جدا بره، غير كده الشبكه مش هينفع ان احنا نتواصل معاها النهارده، بس اللي اقدر اقوله ان هي هتبقى معانا ان شاء الله، وممكن خلال يعني ساعه كده بالكتير ان شاء الله ونطلع تاني بالبرنامج. غير كده حابه اقول لها ان هي كانت هتشرفني وتشرفني برضو، لان انا معجبه جدا جدا بطريقه شغلها، بخلاف ان طبعا الطريق والشتاء بيحصل لنا فيها ضربات كتير قوي. انا بقول لها معلش وان شاء الله تنورينا وتنوري شاشتك. ومشاهدين كل اللي عايز يسال برضو اي غالي اي سؤال بيبعت لها على صفحتها، وارقام تليفوناتها موجوده على الحلقه. اللي حابب يسالها في اي حاجه او حابب يتواصل من خلال صفحتها مفيش اي مشكله، اللي حابب يسالها عن البراند مفيش مشكله، لحد ما هتشرفنا ان شاء الله وناخد منها كل المعلومات اللي انا قلت عليها اللي احنا عايزين نعرفها منها. طبعا انا ممكن ادي او اقول عن الشعر، عن الفرد، عن الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا فيها، بس مش حابه ان اي حد يطلع يقول اي كلمه نصدقه. لازم متخصصه، لازم تكون خبره كمان في مجالها زي ايه اللي هي كانت المفروض تبقى معانا. عايزه اقول لها ان هي ترجع بالف سلامه ان شاء الله، وتحاول يعني تلف بقى بالعربيه وترجع تاني لو هي بقى قدرت تتابعني من خلال البث المباشر. يعني عايزة برضو أعرف مشاهديني حاجة، إن شاء الله بأمر الله برنامجي هيبقى فيه مفاجآت حلوة قوي قوي الفترة الجاية، وانتظرونا وانتظرونا بالمفاجأة بتاعة البرنامج إن شاء الله الحلقة الجاية أو اللي بعدها بالكتير بأمر الله. وإلى اللقاء، وانتظرونا الحلقة القادمة.